السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي، وفي حلقة جديدة من حلقات حواديت الأفلام المصرية هنتكلم عن أغنية على الممر. فيلم أغنية على الممر إنتاج عام 1972 للمخرج علي عبد الخالق. بيتعطل جهاز الاتصال بين مجموعة من الجنود بممر بالصحراء وبين مركز القيادة. بتنفذ المؤن والذخيرة تدريجيا بعدما تصدوا لعدة هجمات بنجاح. بيحاصرهم العدو وبيقودهم الشاويش محمد المزارع، بينما تختلف التركيبة النفسية والسلوكية لبقية الجنود ما بين المتفائل والشجاع والفنان والجبان. بتدور أحداث الفيلم حول فصيلة مشاة مصرية يتم حصارها أثناء حرب 1967، وهم يدافعون عن أحد الممرات الاستراتيجية في سيناء ويرفضون التسليم. بيتناول الفيلم مشاعر الجنود أثناء الحصار، وهي مزيج من إحباطهم وذكرياتهم وطموحاتهم قبل الحرب وأمنياتهم إذا ما عادوا من الحصار. أثناء وقت الحصار الطويل يحكي كل جندي عن حياته ومعاناته الإنسانية وعثراته وفشله. الشاويش محمد أكبرهم سنا، فلاح يترك أرضه ليزرعها أولاده ليشارك من قبل في حرب عام 1956، وحمدي الفنان الذي يحلم بالارتقاء بالأغنية بعيدا عن الابتذال، وشوقي الذي ينشد المثالية، ومسعد العامل البسيط الذي يحلم بالاستقرار مع زوجة. أما منير فهو انتهازي، يتعرضون لهجوم بطائرات العدو ليستشهد ثلاثة منهم. الفيلم بطولة محمود مرسي وصلاح أبيل وأحمد مرعي وصلاح السعدني، محمود ياسين، مديحة كامل، هلا فاخر، عبد الخالق صالح، روي عاشور، حلمي هلالي، صلاح مرعي، فتحية علي، هلالي محمد، وسيلة حسين، عبد العزيز أبو الليل، أبو الفتوح عمارة، سهير الباروني، محمد الرملي، سمير رشد. عندما شاهد فيلم علي عبد الخالق أغنية على الممر عروض المصرية سنة 1972، لم يأبه له الجمهور، وتوقف الفيلم بعد ثلاثة أسابيع من العروض حائزا على فشل تجاري واضح. أغنية على الممر وبالفعل أغنية مرة كثيرا، هذا لأن الفيلم أراد أن يصف ما حدث في موقع معين خلال حرب عام 1967، عندما وجد خمسة جنود مصريين أنفسهم منعزلين عن باقي الجيش المصري الذي انسحب من سيناء أو دمرته المقاتلات الإسرائيلية في تلك الحرب الدامية. إنه فيلم أنشودة حزينة عن تجربة إنسانية متمثلة في فيلم حربي انطلق أبطالها من واقع محبط وانتهوا إليه أيضا. إنهم محمود مرسي وصلاح قبيل وأحمد مرعي وصلاح السعدني ومحمود ياسين وقوامة هؤلاء الجنود الذين كانوا يحرسون ممرا استراتيجيا في جبل سيناء، غير مدركين ما كان يقع في باقي الجبهات. لا الجهاز اللاسلكي كان يعمل، ولا وحدات مصرية قريبة كانت خريبة، ولا ظهور للطائرات المصرية لكي تساند هذا الموقع أو سوى. أغنية على الممر يبقى فريدا لأنه فيلم يتبع حسب التصنيف النوعي سينما الحرب، لكنه ليس فيلم بطولات ميكانيكية وبدنية، ولا يقفز أحدهم ليقتحم معقلا إسرائيليا، ولا يلقي أحدهم خطبة عصماء. المعركة ذاتها في نهاية الفيلم تأتي لأنه لابد منها، وتقتصر على تبيان قوة الفداء مقابل استحالة النصر. بيحتل فيلم أغنية على الممر إنتاج عام 1972 على المركز رقم 66 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على مئوية السينما. فيلم أغنية على الممر تأليف علي سالم، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج علي عبد الخالق. فيلم أغنية على الممر.